لماذا قال عليه الصلاه والسلام لامنا وقد راها جلست مجلسا طويلا تسبح الله وتذكره وتحمده قال لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن قالت ماذا اقول يا رسول الله؟ قال قولي سبحان الله عدد خلقه كم عدد خلق الله؟ لا يعلمهم الا الله بكلمه واحده انت سبحت الله لا اقول بملايين ولا بالالوف منها ومضاعفات عدد لا يعلمه الا الله بكلمه واحده سبحان الله عدد خلقه ولا يحصي عدد خلقه الا هو سبحانه ورضا نفسه ولا يعلم رضا نفسه الا هو سبحانه وزينه عرشه ولا يعلم عظمه العرش الا هو سبحانه ومداد كلماته ولا يعلم عظمتها الا هو سبحانه قل مثل ذلك بالحمد الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته قل مثل ذلك تكبيرا لله قل مثل ذلك استغفارا لله قل مثل ذلك تهليلا تكبيرا تحميدا انظر الى الابواب كيف فتحت لك من كل جانب في ذكر الله عز وجل اغراءات تحثنا معشر العباد على الاقبال على الاكثار من ذكر الله فانها متعه القلوب وانس الارواح هي ثبات العبد على طريقه إلى الله عز وجل هي الثقل في الميزان هي زيادة الحسنات وتكفير السيئات نأتي يوم القيامة مقصرين في صلاتنا في صيامنا في برنا بوالدينا في قيامنا بالحقوق والواجبات نأتي يوم القيامة مقصرين وعندنا تفريط وتساهل في بعض المحرمات أو المكروهات أو التوسع في المباحات يا رجل لسنا معصومين لكن لن يسد هذا الخلل ولن ولن يمكن ان نرتق هذا الاتساع في التقصير الذي يحصل بمثل ما يمكن ان نفعل بهذه العباده العظيمه عند الله وهي الاكثار من ذكر الله عز وجل